بالنسبه لهذه السنه هذه كانت سنه متميزه جدا على جميع الاصعده، كتعرف واحد طفره نوعيه خاصه في ارتفاع المهويل كل ما يتعلق ما هو مدرسي، سواء الادوات المدرسيه في الاقلام وما يعني ومنحات وداك الشيء قاعد او المحافظ، وهذا الشيء كيرجع لعده اعتبارات، يعني اعتبارات منها موضوعيه ومنها غير موضوعيه. بالنسبه للارتفاع المهويل بالنسبه للموضوعي كيرجع اولا كاين ارتفاع المواد الاوليه في السوق العالميه اللي اثر بشكل سلبي على الاسعار، وكاين ارتفاع سعر الدولار اللي ارتفع بشكل كبير جدا، خاصه هذا المشكل ديال اوكرانيا اللي كاين حاليا وروسيا، والعكس سلبا على سعر الدولار، وحنا كنعرفوا بان جميع السلع المستورده كتتم بالدولار. وكاين من العوامل الاخرى هو ارتفاع الشحن العالمي، فقبلا كنا كنستوردوا يعني الشاحنه يعني بالنسبه للحاويه ديال 40 قدم كانت كتقام علينا بواحد 4000 دولار، الان 18 حتى 20000 دولار، وهذا الشيء جا من بعد كوفيد، هذا الشيء اثر بشكل سلبي على الاسعار ديال جميع السلع. وانا كنتكلموا حاليا على المحفظات وعلى الدخول المدرسي، هذا هو الموضوع ديالنا. اذا هذا هو الموضوعي، الغير الموضوعي هو ان خاصه بالنسبه الى تكلمنا مثلا على المحافظ المدرسيه، بالنسبه للمحافظ المدرسيه كتقاسم في المغرب على جوج، كاين صنع محلي عادي تقليدي كيدخل في الارتيزانال انه كيتم عمليه يدويه، وكاين المحافظ اللي كتستورد خاصه من الصين بشكل كبير، وثانيا كتستورد من الدول الاوروبيه خاصه لمارك العالميه. هاد العام هذا كنتفاجئوا من وزاره التجاره والصناعه ومن اداره الجمارك، كتفاجئنا بواحد سيركيلير، واحد المذكره كتصدر في 30/5 في الوقت اللي جميع يعني الحاويات خرجوا من الصين وكلها واخده الطريق ديالها في البحر او انها كاينه في الترسو على الميناء كلها تقريبا. فاذا كنتفاجئوا بهذا السيركيلي كتقول لك بان هذه المحافظ المدرسيه خصها تخضع لمعايير الجوده، وهذا الشيء ما استصروش معنا فيه لا وزاره التجاره والصناعه ولا اداره الجمارك. واحد الخرق في عمليه التواصل ما بين الجمعيه الممثله للمهنيين ديال التجار والمستوردين وما بين المستوردين انفسهم، كاين واحد النوع ديال لا تواصل بين هاد الادارات، لان هاد المعايير اللي تحطات بدون علم ديالنا. انا مثلا نعطيكم مثال، محفظه ملي كتدخل لابور خصها تدخل لابوراتوار وكتخلص ما مقداره تقريبا واحد 12000 درهم، وخصك تبقى في لابوراتوار على الاقل واحد 10 ايام، وحنا كنخلصوا عليها السوري ستار والماكازيناج وواحد المصاريف كثيره جدا، شكون اللي كيتحملها في الاخر؟ كيتحملها المواطن المسكين. وهذا هو اللي انعكس على يعني الاسعار اللي التهبت بشكل كبير بل بشكل جنوني. فحاليا كنلقاو الاسعار ارتفعت بشكل ماشي غير فقط في المحافظ، حتى في الورق. اذا انتقلنا مثلا الورق اللي عنده علاقته بالدخول المدرسي، الدوله مشات لواحد السياسه ديال انها تشجع الصناعه المحليه، ولكن ما وجدتش لها ارضيه من قبل، لان باش تشجعوا الصناعه المحليه سواء في المحفظات او في الدفتر المدرسي او في اي منتوج كما بغى يكون، هذا خاص واحد الارضيه كطويله المدى، وخاص واحد الاراده قويه من الدوله ومن الحكومه بصفه عامه. هذه المشاكل كلها انعكست بشكل سلبي على الاثمنه، فالدفتر دابا ارتفع ما بين 50-60 حتى 70% وقليل، وحتى المحافظ ماشي غير ارتفاع جنوني وانما حتى الندره قله في السوق، وهذا هو المشكل اللي كيعانوا منه حاليا جميع التجار. هذا هو الاكبر المشاكل واكبر العوائق اللي يمكن نصادفوا هذه العماله، وما عرفناش حنا كنتمناو مستقبلا الحكومه تفهم هذا الوضع هذا اللي عندها فيه نصيب وافر من المسؤوليه باش ما يتكرر شيء. نتمناو من اول الاباء يتفهموا هذا الواقع اللي كنعيشوه حنا، المراره ديال للاسف، وهذا الشيء راه ما بغاه حتى واحد، لان حنا في نهايه المطاف حنا اباء، حنا عندنا وليدات، حنا كنشرو دفاتر، كنشرو مقررات، كنشرو محافظ، يعني كناخذوا واخا هادشي يعني كيدي واحد الميزانيه كبيره للاباء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.